كانت واحدة تتكئ على جمر الآهات والتنهد والحسرة، حتى غدا الجمر رمادا يمزقها أنين الصمت. داهمتها الذكريات والأشواق، تكدرت حالتها، أصبحت أنثى ثكلى. غاصت النفس بالمواجع كسفينة غارقة في البحر فقدت النجاة. أتحدث معها، أسألها من أنت، فقد عرفها القلب المتيم. أرى في وجهها ابتسامة حزينة، عيناها غارقتان مملوءتان بالدموع، الوجه شاحب معلن لليأس. أصبح البكاء يرافقها والألم، أفقدت كل معاني الحياة حتى الأمل؟ لا أدري، وعندما التقينا رأينا الأمل موشحا خلف القمر. وترى ماذا يعني ذلك؟ كان معكم رشيد أهواش، أراكم قريباً.